وفود ايك الهجامين ايان قدومي ياشا بارلمانكا دولادة فدرالك الصومالي ايه كان جبوتي ايا سو قاري مقارضة بيدبو وحقرونك ديارضها شاتي قدود كسو دوي مدحوينها دولاد قبلتك كوفر قلبت قدومي ها بارلمانكا هالدبانو قولها وسيره ده قدومي ياشا دقموينكا كوفر قلبت قدومي ياشا حافظها دقمدا بيدبو او ياشا دقنكا ايه ارد بلشد الرايدكا كدب حلوسو قلبي دنكا يا مدحتويدا هلكاسو اي كورمير كو سمايان مدحتويدا كوفر قلبيد اسلام رهانتا انا او وربخيان ورفيديانكا وجيدكا ايمانشودا مغارده بيدبو ماركو ور وحان سو دوينينا قدوميا بارلمانكا تكويتي ودارن محمد علي حانو اي وديسا او سوماليا بيلي بوغش رسميا غارهان هلكان سو بوغدي كوفر قلبيد dunida waxaan ku martiqaanay asiga iyo wadigiisa inay nagala qayb galaan furitaanka kalfadiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya waan rajaynaynaa insha Allah ta'ala sagaalka bisha inuu furmi doono dunida waxaan leenahay ku soo dogo wadankaaga labaad ku soo dogo dunida maanta ee markuu soo digay si toos ah ayaan halkaa ugu soo gudbinay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicaziis lafta gareen runtii oo noo sameeyey soo dhaweyn aada u diiran oo runtii walaalkay maxamed cali iyo waqtigiisa loogu talagalay saas oo kale gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta kale oo madaxweynaha garab ku siinayay soo dhaweynta qiimaha badan iyo bulshada reer koonfur galbeed oo maanta runtii aan dareennay inay yihiin dad dowladnimada macnaheeda fahmsan aad iyo aad aad u mahadsan tihiin raxmaan raxiim fiirkii annahayan dayusna hane dayusu annahayan dayusu nitabbihi جرار البرلما بنيدي محمد موسى رها النافع من يميت وفد يافاك تبصر قد الحساء لما هكا أكل كردك رأيونها باي شعب من السوليسي هي أما كفت كباه يعني هي كي أركا كي برلما كباه يعني هي كادو كردك قد الحساء كلمات أبو عميسا سيما تشرف لي بالدنيا فدرال كامرة جميع بعضهم فدرال كامرة محمد مجتمع سيدي دو بشلوي يو مركة لبعضنا وحاننا أم هم قيا مارت شرف كا انت هاليك إمارة كيمات سيدي دو شلوي بالدنيا ها كونفور كالبيت ولحنينها بلحنينها كونفور كالبيت يو يقولون كيسا يو متشرف كما ذكرت في البرلمان ليش نقول سلوي يو شركة وانو مهما قيا سومالي كادو كينا نك لما يتو باروي أساكو نك لما يتو بارو سيني ميا أساكو إلي نني نن بايدوا نك بو بو هاري هذا بابن الحلي مانتا آدي آد سوماليا وارو كيدي لغا طلبنا من خدمات تبعيدا وقوم ما تقولي هم شرب بيت هاي إلى هم قدوميها برلمان كجبوتي igudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka qayb galaan kalfadhiga 8-aad ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo ka furmi doona magaalada Baydhabo Muqtar Sheekh Aadan Dalmar televisionka iyo raadiyaha dalsan Barshanweyne Baydhabo jinaay